طب يا الاعزاء، كما كتشوفوا راه جيت هنا عند العودات، بزنا الخيل، بزنا واحد الحصان باش نجربوا ونشوفوا كما كاينه شي وحده اللي جاتها دوره السباق، باش نديوها تلقح المزرعه لتحت. تبارك الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وما راه ولينا سادين عليهم هنايا في هذا الصياج، ما بقيناش خليناهم في ديك البلاد اللي فيها داك الراعي الكهربائي، لانهم كيخرجوا لينا. نشوف شي وحده سهله نشدها وراه يتبعوني، نديهم الكوري ديال المعز تما غادي نجربو. ما راه يكون واحد العدد منهم كتير لي راهم ضارات عشرات، لانه داز ديك 21 يوم، 21 يوم من بعد 21 يوم من بعد التلقيح كتجيهم دورة السباق، ولا مبقاتش كتجيهم دورة السباق من بعد ديك 21 يوم، يعني راهم عشرات ولا ضارات. كما كتشوفوا الاخوان راني شديت هادي، هذا الله راه حبسات ليا، لانه ما كيبغيوش انا غير بوحدي هنايا، خص يكونوا جوج ديال الناس في الا القليل منهم اللي كيبغيو يتشدوا. ما غادي يبيع دابا الكوري، ما غيتبعوني كما كتشوفوا. هما 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 هولا هولا هولا. قطعة تبارك الله ديال الخيل تبعاني، سبحان الله العظيم، عندهم الخيول سهلة بحال المعز بحال الخيل بحال البقر، كلشي عندهم سهل. الكتاريه غيكونوا ضارات. ايوا هانتوما، هادي راه غادي نديوها ان شاء الله. شتي ملي كتبدا تولع عزكم الله، يعني راه باغا تلقح باغا الفحل، هاديك راه غادي نديوها للتزاوج. اساسين نديو دابا ندوشو له الاخوان بعد ما جربنا به. ضروري ما ندوشو له الى ما لقحناش به شي عوده مثلا، خصنا ندوشو ليه نبردوه شويه الاخوان، اوكي اثر عليهم هاد الحصينة هادي اللي كنجربو بها، لما لقحاتش شي عوده بقاش التزاوج راه كتأثر عليه. هذاك ديك الخرجة اللي كنخرجوه باش نجربو به، شاف العودة راه جايب هذاك الروماني مورايا. فينكا أمو، تبارك الله، عودة هذه جيدة الإخوان، ولكن الأمر ديالها غريب سبحان الله العظيم. هذه راه تلقحات اكثر من 10 المرات، والو ما 10 ما عمراتش، والعام الفايت كذلك نفس الشيء، والعام الاول كذلك. عرفتش واش هادي عقيم ولا ما عرفتش هاد العوده هادي، وسبحان الله هي راه كتبغي تلقح دائما وسهله في التلقيح ديالها، مختلفه على العودات الاخرى. رجعنا لهاد الحصان هذا ما شاء الله، حصان ممتاز جميل، اللهم بارك. حجر الواد هذا تبارك الله، اللهم صل على الحبيب.
هي اسهل عوده عندنا هنا في المزرعه. القرح كتكون ساهله، كتحركش كاع. بالنسبة لهاد العودة الإخوان، كما كتشوفوا راه هادي عامين هادي كتلقح وما كتشدش، ودابا راه غادي ندقوا لها واحد الشوكة ديال الهرمونات. نتمنى من الله ما تشد بهاد الهرمونات هادو، اللي غندقوا لها إن شاء الله. ندقوا لها دابا واحد الحقنة، دابا زوج عودات، هادي وواحدة أخرى تندقوا لهم الهرمونات. كونتو سنتيمتر كونتو؟ 8 8 سنتيمتر. بنديسيو هرمون، هذا هو هرمونات الاخوان. هذه هي العودة الاخوان اللي كنا درنا لهذيك الحقنة ديال الهرمونات. بالنسبة للهرمونة راه كنحقنو لها حقنة وحدة لا غير، حقنة وحدة كتكون كافية. ومن بعد التزاوج راه هذه هي الثالثة في المرات من بعد ما درنا لها الحقنة. نتمنى ان شاء الله تحمل، يكونوا يعاونوا هاد الهرمونات هذا على الحمل. حصان ما شاء الله حصان ممتاز. قسم مازال ما وجدش باش يلقح. هي راه سهلة، شوفوا راه لقحات ما شاء الله الاخوان. صافي دابا راه دينا الحصان، نديو ندخلو الكوادرة ديالو، حتى هي راه نديها الباطيو مع العودات الاخرين. كما كتشوفوا الاخوان، هادي راه من العودات اللي ما عمرهم ولدوا، وسبحان الله العظيم هادو اللي تيكونوا معمرهم ولدو ما كيشدوش. درت لقحات والعام الاول شحال من مره، والعام الفايت وهاد العام كذلك، وسبحان الله والو ما اكينو. هاد العودة الاخوان تاهي راه دقينا الهرمونات، وراه الهرمونات كندقوهم ليهم بعد ما كنقومو
عملية التزاوج بعد ما كتلقى عاد كندقولها الدورة ديال الهرمونات حقنة ديال 8 سنتيم حتى هي راه عامين هادي كتلقح وما كتشدش.